السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والاحوال؟ يا رب تكونوا بخير. بداية صديقي، لاول مرة حضرتك تشوفني، فانا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. اليوم ان شاء الله رب العالمين فيديو جديد عن ما هو المصفت وكيف يعمل. طبعا مش محتاج افكر حضرتك اني الحلك الوحيد عشان ارد على اي سؤال عند حضرتك او استفسار انك تحط لنا كومنت تحت الفيديو ده، اللي دايما بتكون لها اولويه عندي ان انا ارد على استفسارات حضراتكم. النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن المصفت، والمصفت زي اي ترانزستور يا جماعه هو عباره عن قطعه الكترونيه بيكون ليها ثلاث اطراف. طيب الثلاث اطراف دول بيبقوا في تركيبهم داخلي عاملين زي كده، دي كده بيسموها الجيت، وده بيسموه السورس او الاس، وده بيسموه الدي او الدرين اللي هو المصب بتاعي. ده مصب وجيت وسورس. المصفت هو زي الترانزستور العادي، في منه نوعين، في منه حاجة اسمها الان شانل وفي البي شانل. يبقى بيوجد نوعين من الترانزستور من المصفت يا جماعة. في حاجة اسمها الان شانل والبي شانل. انا عارف ان الترانزستور العادي بيكون في حاجة اسمها الاي والبي والسي. الاي اللي هو الاميتر، والبي اللي هي البيز قاعدة يعني، والسي اللي هي الكوليكتور. التشانل اللي هي دي معناها قناة، مجرى بين حاجتين، بين الدرين والسورس. يعني التيار يمشي فيه من خلال فيها من الدرين للسورس. ده معنى كلمة تشانل. بتشانل معناها قناة. التيار بيمشي كده ما بين الدرين والسورس في القناة ديت. اللي بيتحكم في القناة وان التيار يمر قليل يمر كتير يمر او ما يمرش الجيت. الجيت بتاعتي اللي بيتحكم في القناة هو الجيت. يا اما بتضيق المكان ده يا اما بتوسع المكان ده عشان التيار يعدي. فالبوابة بتفتح وتقفل بحيث يكون الممر سهل. البوابة دي بوابة اسمها بوابة، هي اللي بتسمح بمرور التيار او عدم مرور التيار. يعني انا لو جيت قلت اني البتاع ده المصفت ده من نوع ال N channel، ده معناه ان الشحنة هنا ايه؟ سالبة. وده معناه انك تلاقي على الجيت شحنات سالبة. يعني ده حضرتك المصفت بتاعي، ده ال D وده ال S. تمام. هنا كده لو قلنا ان هو من النوع ال N channel، يبقى معناه ان في هنا شحنات ايه؟ شحنات سالبة. ولما يكون في شحنات سالبة وسلطت عليها شحنة موجبة، لو جيت هنا حطيت بوزيتيف، ايه اللي يحصل؟ الشحنات المختلفة بتتجاذب والشحنات المتشابهة بتتنافر. يبقى لو حطينا على الجيت شحنة موجبة، فالشحنات السالبة هتتجاذب معاها هنا كده، فبالتالي يفتح البوابة دي فيمرر تيار كهربي، فالقناة توسع فيعدي عندك تيار بغزارة. طيب لو وصلنا هنا كده ان، لو حطينا ان شحنة سالبة، ايه اللي يحصل؟ دي تقفل، فلما تقفل ما يمررش تيار من الدرين للسورس. ده منظره كده كصناعيا، انما منظره طبيعيا زي ما احنا عارفينه بيكون مكون الكتروني لتلات رجول. يعني التيار في المصفت ترانزستور لو بيتحرك من الدرين للسورس، اللي بيتحكم فيه الشحنة اللي على الجيت او البوابة. يبقى الشحنه اللي على الجيت او البوابه هي اللي بتتحكم معايا في مرور التيار من عدمه داخل المصفت بتاعي. طيب لو كان من النوع البي شانل، لو كان من نوع البوزيتيف او البي شانل، معنى كده ان انا لو حطيت شحنه سالبه هتتجاذب. يعني لو دي بي حطيت ان هتتجاذب، فبالتالي التيار هيمر. لو حطيت بي هتتنافر، فالتيار هي ايه؟ هو بيقول لك ايه يعني؟ ليه بيقول لك هو بي ولا ان شانل؟ عشان تعرف انت هتطبق عليه ايه، عشان تعرف تطبق عليه ايه عشان يمر تيار او ما يمرش تيار. فتعالى كده عمليا نستخدم دايره مثلا بسيطه خالص. ده المصفت بتاعي، لو جيت هنا كده ده الجيت وده الدرين وده السورس، او جيت هنا كده على الدرين وصلت ايه؟ ليد، وحطيت لها هنا كده مقاومه 470 اوم، وده السورس بتاعي هوصل عليه الباور سبلاي، ده النيجاتيف بتاعه وده الايه؟ البوزيتيف بتاعه. ده الجيت بتاعتي.
لو حضرتك جيت خدت الموجب ده وقمت حطه على الجيت هنا، هيمرر لك تيار من السورس للدرين وينور لك الايه، ينور لك اللمبه دي او الليد ده، الليد ده ينور معاك. يبقى انا كده اديت اشاره ديت من النوع الان شانل. ليه؟ لما اديت موجب هنا قامت منوره هنا. طيب عايز اطفيها، هقوم جاي مدي سالب هنا فيقوم طافي معايا الليد. يعني لو حطينا موجب الشحنات تجاذبت ففتحت السكه. طيب هو ده الموسفت. طب لو عاوزين الليد ما ينورش هنعمل ايه؟ هندي لها لقطه سالبه هنا كده فيقوم الليد ده طافي. طيب واحد يقول لك ايه، استفيد ايه بقى من الموضوع ده؟ انا كبني ادم استفدت ايه من الحوار ده؟ لا والله حضرتك باشاره بسيطه جدا على الجيت زي الترانزستور ده تقدر تمرر تيار او ما تمررش تيار. يبقى باشاره بسيطه جدا 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 تقدر تمرر تيار او ما تمررش، انت بتتحكم في مرور التيار. حضرتك باشاره بسيطه جدا على الجيت زي الترانزستور العادي، اشاره بسيطه جدا على البيز تمرر تيار عالي على المجمع هناك في الكوليكتور. برضه هنا اشاره بسيطه جدا على الجيت تخلي الدرين يمرر تيار كبير جدا. الترانزستور اللي معانا ده من نوع الاي ار اف 840 ان تشانل، بيوصل فولت ما بين الدرين والسورس. الحته دي تقدر تستحمل لحد 500 فولت معاك، يعني تخيل باشاره بسيطه جدا تفتح لحد 500 فولت. لذلك من الحاجات المهمه جدا ليك في الداتا شيت انك تعرف ما بين الدرين والسورس بيتحمل كام فولت. يعني في ترانزستورات بتتحمل لحد 55 فولت بين الدرين والسورس، انما اللي معانا ده بيتحمل لحد ال 500 فولت. ممكن حد يقول لك ايه ان تشانل معناها ان بيحتاج شحنه سالبه عشان يشتغل؟ لا الكلام ده مش تمام وغلط، وزي ما شفنا في التدريب اللي معانا القصه دي. بس ده كان النهارده ازاي ان الموسفت يشتغل بكل بساطه. وبفكر حضرتك لو عندك اي استفسار او اي سؤال ممكن تحطه في كومنت تحت الفيديو. لحد هنا ارجو ان افدت حضرتك معلومه. لو حضرتك استفدت لايك وشير، ولو اول مره حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه. اشوفك على خير. كان معاك كالعاده عبد الرؤوف عماد من قناه عبد الرؤوف 98 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.